السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على هولاند، وين يعترف بدور رياض محرز في انتقاله الى مانشستر سيتي. حتى محرز وين اعترف بلي تلاقى به العام اللي فات، وكيفاش عرض عليه الفكره، وكيفاش 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 وكيفاش، يعني كانت مواصلات، كان همزه وصل. نقولوا بلي محرز كان همزه وصل ما بين غوارديولا الاداره وغوارديولا واللاعب. محرز كان نقولوا كان همزه وصل بيناتهم، يعني وين اعترف برياض محرز بانه هو يعني وين لعب دور كبير رياض محرز في انتقاله لمانشستر سيتي. اليوم نقولوا باللي مانشستر سيتي وين كسبت يعني مهاجم كبير، وين غادي محرز وين غادي يضحي ببعض النقاط. يعني ما يوليش يعني كاين واحد المدرب يعرف كيفاش يوظف اللعابه، يعرف كيفاش يفتح اللعب. يعني اي لعاب على بالك يكون على هولاند، يعني وين غادي يسنى غادي يلعبوا كيما نقولوا حنا برقم 9 صريح باين. من نهار اللي راح على بالكم، من نهار اللي راح كيسموه سيرجيو اغويرو، من نهار اللي راح ما سيتي ولا تلعب لاناب باشتو، سيتي ولا تلعب لاناب. اليوم وين جابوا نفس صريح، يعني لاعب كما نقولوا عنده غريزة الأهداف، وين محرز يحوس كيفاش دروك يعني يكون كي نقولوا محرز ما يسجلش، ما غاديش يسجل ولا لا، يعني عنده غريزة أهداف يلعب ياخذ، بصح تكون يعني خدمته يخدم لهولاند كما كان بنزيما كريستيانو. بنزيما ما كانش يبان، كان كريستيانو هو باباها، يعني رغم انه كانوا كاع يخدموا على كريستيانو. اليوم وين غادي تشوف فوندين ولا تشوف جاك ولا تشوف يعني مع محرز كل تشوف خدمه كيفاش غادي تكون، يعني يحوسوا كيما نقولوا حنايا في ليفربول الكل يخدم على صلاح. غادي اليوم غادي نشوفوا بلي مانشستر سيتي كيفاش تكون لعابه، خاصة خط وسط كيما نقولوا حنا خط وسط ميدان هجومي او مهاجمين غادي يكونوا في الجبهة الامامية، يكونوا يخدموا على هولاند. هذه هي وين احد ابرز الصفقات في عهد المدرب الاسباني غوارديولا، وين عطف عن الامكانيات التي يتميز بها هذا اللاعب الشاب. وتحدث هولاند عن الدور الذي لعبه النجم الجزائري رياض محرز في انتقاله الى فريق مانشستر سيتي الانجليزي، كون لاعب كان قد التقيا في جزيره ميكونس اليونانيه في شهر يعني جويليا العام الماضي خلال العطله الصيفيه، واقام بعض النشاطات الترفيهيه معا، واظهر الانطباع على انهما صديقان مقربان ويعرفان بعضهما البعض بشكل جيد. وتحدث هولاند عن دور محرز في انتقاله، حيث قال وفق لما نقلته الصحيفة ديلي ميل البريطانية: نعم تحدثت مع رياض محرز عن مانشستر خلال العام الماضي ونصحني بالانتقال إلى الفريق، أكد لي مدى الأجواء الرائعة التي يتميز فيها الفريق وهو محق في ذلك. كذبوه، خرجوا جماعة تشينيكيتو كذبوا هولاند، قولوا له لا تكذب مكاش منها، ومحرز عاش أسوأ أيامه، ومحرز ما يبغوش، ومحرز مكاره وكلش. قولوا له تكذب. أنا نقول لكم قولوا له تكذب، قولوا له ودي مكاش كاع منها، والله العظيم قولوا له تكذب، قولوا له مكاش منها، قولوا له محرز كي والو، لا محرز راه كي والو في السيتي، وفي السيتي غير مرغوب في محرز وكلش. قولوا له تكذب، تما كاع هضرتكم اللي كنتو تهضروا فيها على بالكم، هذا هولاند محرز غوارديولا ما كيدير لكم، هذاك المخنث هذاك الغياط، هذو الناس هذو كيما ذوك المصاروه هذوك اللي كانوا محرز يعاني، محرز من شحال ما كيديروا لكم، كي محرز كي هولاند كي غوارديولا قضبوا لكم كاع ديك الهضره تاعكم، داروها في ساك بوبيل وقاسوها، داروها في ساك بوبيل وقاسوها.
وكان رياض محرز قد نشر خلال العام الماضي تغريدة عبر حسابه في تويتر مع صورة له مع هولوند قائلا: وكيل محرز في خدمة، قبل أن يعود إلى نشرها بعد إعلان الصفقة عن مع عبارة أو لا، إذ أن أراد التأكيد أنه لعب دور في الصفقة ولو كان على سبيل المزاح. ومن المنتظر أن يشكل محرز والمهاجم النرويجي هولوند ثنائي قوي في مانشستر سيتي في الموسم المقبل، يضاف إليهم متألق دي برين بتمريراته المتقنة، ما سيجعله سلاح مهم للمدرب غوارديولا من أجل تحقيق حلم الفوز باللقب الدور أبطال أوروبا لكرة القدم. يا وين لبلك نشوفوا على بالك هما جابوا هذا اللعاب، جاب غوارديولا جاب على بالك ذا اللعاب كي جا عرف بلي السنة غادي تديها، ماشي قضية تاع جا هو ولا خدموا عليها. هو كي خلى محرز جاب هولوند، خلى دوبرين، خلى يعني خلى لعابه يعني صح. جابوا ذاك جوليان هذاك تاع الارجنتين، هذاك تاع حاسبينو انت هذاك جوليان هذاك، تشوف هذاك حاجه كبيره. غادي تشوف غادي نشوف السنه السيتي غادي تكسب كلش، السنه غادي يدخلوا بازين على الشامبيونز ليغ متالي كاع. كي تشوف كيما كان قلت لكم ونعاود لكم، السنه محرز يربدها نورمال، غادي هو يربد الشامبيونز ليغ متالي كاع. محرز هو اللي غادي يربدها، ما كاش هضره وحده اخرى. قالت على راه ضيعوها، عرفوا وين راه الخلل. غوارديولا عرف وين عنده الخلل باش يقلع بها، هذه هي. حنا المهم وين رياض محرز يبقى لعاب يعني يبقى اللعاب اللي محتاج لهذا اللقب. 2014 لعب كوب دي موند، دا احسن لعاب في انجليز، دا احسن لعاب في افريقيا، دا لي تيت كاع في انجليز، يعني كيما نقولوا حنايا دا كل مشتقات تاع كرة القدم في انجليز، الالقاب اللقب ومشتقاته كاع داهم، يعني بقات له هذه تشامبيونز ليغ ويصبح من اساطير مانشستر سيتي، يدخل في تاريخ، يدخل في ليستوار تاع مانشستر سيتي. محرز غادي يدخل في ليستوار تاع مانشستر سيتي، هذه هي. الله ربي احنا ماذا بينا نحوسوا كيفاش وين رياض محرز يتحصل على هذا اللقب، اللقب الكبير يعني، وين هو اصلا راه يبحث عليه، يبحث على اللقب يعني. هو ما غاديش يحوس على لقب واحد ولا، هو يدي القاب، يحوس على القاب. ودينا على الله ما نعرفها، ودي الله يجعل يربدها، ودي الله يجعل يربدها، هذه اللي نطلبوها. قعدت لعاب كبير ويستاهل، يستاهل الخير. وين ربد يعني، وين ربد الراية الوطنية، ربد الراية الفلسطينية، ربد بزاف صوالح. هذه هي، هذيك ما غاديش تكون سهلة. احنا المهم ما غاديش تكون سهلة. الطريق طويل، بصح سهلة غادي يسناو ما يردوها، ما غادي تكون سهلة والطريق طويل، وغادي هما يردوها ان شاء الله بربي. خاطش محرز محتاج لهذا اللقب، محتاج لهذا اللقب. عرفت شو كيفاش؟ كي تشوف انت لعاب كبير، هولوند لعاب كبير معترف برياض محرز، يقول لك انا سبب انتقالي لمانشستر سيتي هو رياض محرز. يعني كاين همزة وصل بين محرز، بين الإدارة وغوارديولا، محرز وهولوند، يعني كان داخل فيها محرز. من أجل ماذا؟ من أجل يعني جلب لاعب عنده، نقولوا بلي محرز عنده متهم بزاف مع غوارديولا، يخدم بزاف مع غوارديولا. الناس اللي كانوا يقول لك غوارديولا، أنا ما كنتش ننتقد غوارديولا صورته هذا وعامين توالا، ما كنتش ننتقده،
عرفت بلي هذا ما حنا الله ينجحها برك هذا مكان الله ينجح محرز برك.